كما عرفتوا هذا الوباء اللي كاين دار واحد الازمه، واني الحمد لله واخا السلعه هي باقا في ثمنها كما تتعرفوا، راه الحمد لله ما تزاد والو. التفاح كما كان قبل هذه الازمه هو كاين حمراء 13 درهم، كاين البيضة دايره 10 دراهم، اللبنة 160، لافوكا 560، ليمون 7 دراهم، كاين ديال العصير 100 دريال، الفريز 10 دراهم. الحمد لله السلعة كاملة ما مزيدة، ما الحمد لله بخير. واخا بنادم دابا كيما عرفتو بنادم قليل، حيت كل واحد شاد دارو باش نتفاداو هذا المرض، والحمد لله بخير ما خاص تا خير، عطا الله الخير، الحمد لله عطا الله السلعة. كلشي الخضرا كاينه، كلشي كاين الحمد لله، الزهرة حالين، المويه المشات حالين، أزمة المويه الخضرا هما حالين، حتى الله المويه الفات، واخا الورقة ديال ناقصة شوية ولكن الحمد لله. بلان كيجي كيتقدا على كلشي خاصو يزيد بحال هكا، الحمد لله كيجيو الناس كيتقداو، دار مع التوقيت 2-9 ديال الصباح حتى 6 ديال العشية، كنصدو من الحالة ديالنا، كلشي كيروح على بخير وعلى خير، الحمد لله سميتو كان على سبب الوضعية اللي كاين حد دابا. الانسان خصو يكون على بال ويدير الاحتياطات ديالو ويلتزم المنازل ديالهم، انا نقول والله ما عنده شي حاجه اللي ما يقدرهاش قبل المنزل ديالو، وزعما ماشي كيخرج عادي هكذا ما عنده شي حاجه اللي يقدرها، من الاحسن يبقى في دارو. بالنسبه للسلعه راه الخضر والفواكه راه موجوده، راه ماشي ثمن مناسب، ما كاينش شي حاجه ديال الاحتكار ولا شي ديال السلعه، ما كاينش السلعه موجوده بحال الناس دابا اللي عندهم الناس بزاف في الدار، بحال بعض الخوت خمسه يقدر يخرجها واحد ديك الغراض. بالنسبه للفواكه موجوده، الخضر موجودين، ما كاينش شي ثمن ديال اللي يخرجوا عليه جوج الناس ولا ثلاثه ولا ثمن عادي مناسب، ولا اله الا الله، لا يبعد علينا الوباء هذا.